اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عياده الصحه على الصحه والجمال. طبعا احنا دايما بيهمنا صحتكم، عشان كده الحلقه النهارده هتكون مميزه جدا، لاننا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهي مكافحه العدوى او العدوى عموما. احنا ليه دايما بنستنى ان اي حد يعيا او يتعب عشان نروح للدكتور ونشوف احنا هنحل الموضوع ازاي؟ ليه ما بنهتمش بالحاجات اللي بتخلي اصلا يجي لنا عدوى؟ عشان كده النهارده هيشرفنا وينورنا دكتور محمد عبد العزيز، استشاري مكافحه العدوى طب الاسنان. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك. حضرتك شرفتنا ونورتنا. الله يكرمك. شرفتنا طبعا يا دكتور. موضوع مهم جدا، وانا يعني اتبسطت ان حضرتك جاي نتكلم النهارده في مكافحه العدوى، ان دايما احنا عندنا كونسبت ان احنا لما نعيا لازم نروح نعالج التعب اللي جالنا، لكن مش بنبص اصلا على مكافحه العدوى او العدوى اساسا. بالظبط. طبعا يا دكتور، بما ان احنا ما بنتكلمش في مصر والعالم كله غير على كورونا، وكورونا موجودة تتعالج ازاي، وطبعا حضرتك عارف احنا شهور قد ايه بقينا في معاناة، لكن الحقيقة الفترة دي احنا في معاناة اكبر، لان احنا بقينا مقسومين لكذا قسم. في قسم بيقول الكورونا خلصت مشيت خلاص. صحيح. والجزء الثاني لا، كورونا لسه موجودة. في جزء لسه مهتم جدا كأنه أول يوم من أول ما ظهرت جائحة كورونا، وفي جزء خلاص نسي الموضوع خالص من حياته. فحضرتك يا دكتور، إيه بقى يعني النظرية الصح، أو إيه رؤيتك للموضوع؟ عشان السؤال ده بجد بيجي لنا كتير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي، هو يعني طالما فيروس دخل أي نوع من أنواع أو أي مكان، صعب جدا أنه يغادر وبهذه البساطة. الكورونا هو فيروس، هو نوع من أنواع الفيروسات، ومن نوع من أنواع الفيروسات التنفسية اللي بينتقل من شخص لشخص. وارد جدا أنه البلد اللي يكون فيها نوع الفيروس ده تكون متعددة الأجواء، يعني ممكن يبقى جزء منها حر، وممكن يبقى جزء منها بارد، وممكن يبقى جزء منها في صقيع وفي وهكذا. فإذا كان موجود في مكان ما ممكن يكون مش موجود في التاني، إذا كان موجود في مكان ما ممكن يكون مش موجود في التالت، وهكذا. فهو موجود، هو أوريدي موجود. كنا نهمل أو نغفل وجوده، لا، إحنا مخطئين طبعا بمعنى الكلمة، لأنه هو نوع من أنواع، نقدر نقول إنه نوع من أنواع الأنفلونزا، يعني الكلمة الأشهر بالنسبة لمعظم الناس. ولكن انفلونزا مش محسوبه، الجسم لسه ما عملهاش حساب، لسه ما عرفهاش، لسه ما ادركش كيفيه مقاومتها، لسه ما عرفش ازاي يطلع لها الانتي بوديز بتاعتها، او اللي هي الاجسام المضاده اللي تقضي عليها. علشان كده لما بتدخل اي نوع من انواع الاجسام بيبقى سهل عليها ان هي تعمل اللي هي عايزاه، يعني ممكن تؤدي الى مشاكل لا عد لها ولا حصر، لدرجه لا قدر الله لدرجه الوفاه. صح يا دكتور. هو كمان فيروس مستجد يعتبر، ولهذا الجسم مش عارف، يعني لو كان فيروس قديم من الفيروسات القديمه، في ما زالت عندنا انواع كتير من الفيروسات القديمه اللي ما زالت لحد النهارده بناخد لها تطعيمات، وبالتالي الاجسام ما طلعت لهاش الاجسام المضاده بتاعتها. تمام. يعني جسمي وجسمك وجسم اللي حوالينا كلهم لسه ما اداش التطعيم، لسه ما اداش، اسف، الاجسام المضاده المناهضه لهذا الفيروس اللي يدافع بيها ضد هذا الفيروس. ده كتير، ده انواع كتير من انواع الفيروسات. لكن الكورونا لسه لا لي طعم ولا لي مصل ولا لي لقاح ولا لي ولا لي ولا لي ولا اي حاجه طبعا حصلت، ودي كده واحنا بنستهين جدا بيه. احنا كنا يعني لو ما كناش بنستهين بقينا دلوقتي بنستهين فعلا، واي حد كان بيعمل اي اجراءات احترازيه اعتقد ان قليل جدا اللي بقى يعملها للاسف. طب يا دكتور. صحيح. في سؤال تاني، هو فعلا يعني في اشاعه كده حصلت ان فيروس كورونا تحور وهيبقى فيروس يدخل يعمل جلطات؟ لا، في كذا حد من المشاهير جالهم جلطه في وقت واحد، يمكن على مدار ايام ورا بعض، فطلعت اشاعه لا دي كورونا، لا كورونا ممكن تدخل تعمل جلطه. فطبعا ده هيبقى رد، خلاص حضرتك رديت على السؤال، لان هو فيروس مستجد فالجسم لسه مش عارف يقاومه. بس مش كل انواع الفيروسات اللي ممكن تدخل الجسم ممكن تؤدي لجلطات. تمام. الانواع اللي ممكن تدخل الجسم وتؤدي الى جلطات او حاجات بهذه الكيفيه اللي ليها علاقه بالدم، واللي ممكن تؤدي او اللي ممكن تؤثر في سيوله الدم. تمام. هذا الفيروس لا يؤثر في سيوله الدم، في كيفيه سيوله الدم. تمام. يعني في اندفاع الدم داخل الاوعيه الدمويه، ولكن ممكن، من الممكن جدا انه يؤثر بشكل مختلف،
يعني بقى له التأثيرات العادية اللي هي على الأجزاء الداخلية اللي احنا أو اللي هي اللي معروف إن هو بيأثر عليها، لكن ما يؤديش إلى تخثر الدم. طيب كويس جدا، لان الناس بدات تشتري كل ادويه سيوله الدم اللي بقت في السوق بناء على ان هو قال اشاعه ان هو بيجيب جلطات. فحبينا نرد بس على السؤال، لو في حد كان شاغل باله سؤال جلطات حضرتك جاوبتنا عليه. احنا ممكن يعني في خلال مثلا او في فترات معينه بيبدا الناس ياخدوا اي نوع من انواع المواد اللي بتؤدي الى سيوله الدم بشكل اعلى شويه، ده بعد سن معين، وطبعا الاطباء يعرفوا الكلام ده كله وماشيين على هذا النظام، ما فيش لا جديد يعني. لكن نوعيات العلاج اللي ممكن تتاخد في سن معين بكيفيه معينه ممكن يبقى لها تاثير، وطبعا ده يعني مش انا اللي هقوله ولا غيري، لا لازم يكون طبيب عالج معالج. طبعا، مفيهاش واحنا كلام. يا دكتور للاسف عندنا يعني ناس كتير مننا بينزل اي بروتوكول، حتى لو ما كانش بروتوكول علاجي من مكان موثوق فيه، هو مجرد بوست على السوشيال ميديا ده بروتوكول، بيعتنقوه. وطبعا ده ده صحيح. دايما بيحصل كده. فعشان كده بس حبينا نوضح الصوره كامله. صحيح. في كمان يا دكتور سؤال كان الفتره اللي فاتت موجود كتير جدا، وهو عن الكمامه. الكمامه الطبيه الزرقاء، لا الكمامه القماش، لا براند نزل عمل كمامه قماش ويقعدوا بقى يجيبوا الولاعه ونشوف سمك يجربوه. الكمامه، لا الكمامه البيضاء، وحصلت ضجه كتير جدا. واللي كان اشترى كمامات طبيه غيرها عشان يجيب القماش الشيك او اللي لايقه مع هدومه. فحضرتك يا دكتور ممكن توضح لنا كل انواع كمامه؟ حضرتك انا شايفه معانا كمامات، ممكن نوضح كل كمامه صح ولا غلط؟ دي ممكن تدخل عدوى بنسبه قد ايه؟ ممكن لا ممكن نقدر نفيد الساده المشاهدين على الكمامات؟ طبعا ممكن ان شاء الله. هي الانواع اللي موجوده زي ما حضرتك شايفه، هي في منها نوع، النوع الاساسي احنا المفترض ان احنا لما بناخد اي كمامه بنعمل لها تطبيع على منطقه الانف عشان تقفل على المنطقه دي خالص، منطقه الانف والخدين. تمام. المنطقه او الكمامه اللي ما فيهاش الحديده دي، اللي ما فيهاش التطبيع ده، هتبقى مستقيمه، وبالتالي بيبقى سهل ان هي مع عمليه الاستنشاق تدخل اي نوع من انواع الفيروسات، لانها بتدخل الهواء، ونوعيات الفيروسات اللي موجوده اللي احنا خايفين منها او قلقانين منها ممكن تحمل مع ذرات الهواء لفترات او لمسافات حوالي 90 سم تقريبا. فاحنا المفترض ان احنا اقصى يعني او ابسط ما في الامر ان احنا نخلي مسافه بيننا وبين الشخص اللي قدامنا على الاقل متر واحنا بنكلمه او بنتعامل معاه. الكمامات اللي احنا بنستخدمها المفترض ان بيبقى لها رابط. الكمامات الموجودة دلوقتي معظمها بهذه الكيفية، تمام، اللي هي ليها الشداد اللي هو بيتحط على الودن بس، يعني لو شخص وشه تخين شوية هتبقى مشدودة جدا عليه، لو شخص وشه رفيع شوية أو حجمه صغير شوية هتبقى مرخية وتبقى ملهاش، تبقى ليست ذات تأثير. حتى لو كان الشيت نفسه كويس وصحيح وسليم، لكن مش المشكلة مش في الشيت بقى، احنا دلوقتي بنتكلم عن الحديدة وبنتكلم عن الفراغات اللي ممكن تخش، نتكلم عن مدى تطابق الماسك ده على منطقة الوجه. في ظهرت كمان نوعيات تانية اللي هي النوعيات القماشية. نوعيات القماشية حتى وإن كانت أكتر من طبقة يعني، وبنشوفها برضو بنفس الكيفية، برضو معمولة بنفس الشداد. الشداد ده مش صحيح، مش سليم. الشداد ده معمول يعني لو اتعمل بالمقاس، وبرضو مع الوقت هيرخي، لأن الأستيك ده مع الوقت بيلين. القمشة نفسها لها مساحات معينة بين كل خيط والتاني. حقيقة. الخيوط دي ما ينفعش تضيق عن بعض عن كده شوية، لأن هي أساسا بتبقى معمولة بماكينات معينة، وبالتالي ما بيبقى لهاش بطانة. حتى لو ليها بطانة من نفس القماش هي برضو قادرة على أنها تعدي الفيروس. تمام. حتى يا دكتور لو كان في منها مقاسات، لان الكمامه القماش في منها مقاسات، في سمول وميديوم ولارج، فحضرتك كده احنا مش بنتكلم على مقاسات، احنا بنتكلم على طبقات القماش وان هي ملهاش بطانه. يعني حتى لو حد قال لا دي سايز، هنقول له لا طبقات القماش نفسها، صحيح، القماش نفسه ما فيهوش بطانه، والقماش هيكون بعيد عن بعض، مفيش حديده، مفيش حديده اللي هي بتبقى على الحديده الانف دي اللي حضرتك بتطبع، قلت عليها في اللي هي الزرقاء. المفروض انها موجوده في معظم يعني الماسكات الاخرى او الـ يعني بتبقى موجوده ومعمول بيها. بعض الناس فعلا بيلبسها ويطبعها، وبعض الناس ما اعرفش هي محطوطه ليه اساسا، وبنلاقي ايوه الناس بعض الناس بيروح فاتح الماسك من الناحيه دي ويروح شادد الحديده لانها بتضايقه او بتشكه،
طبعا كلام وما يعرفش ان هي ما اصلا اعرفش هي انها سبب. اساسيه. عشان كده بجد حضرتك وضحت لنا بجد نقط مهمه. انا نفسي ما كنتش اعرف ان الحديده لازم تكون مطبعه، وكمان لو مهويه شويه بالعربي يعني هتدخل الهواء والفيروس. في صحيح. كمامه تانية يا دكتور كمان الكمامة معانا؟ الثالثة دي الكمامة الأساسية بتاعتنا، اللي هي واحدة من ضمن الكمامات الأساسية الموجودة عندنا في المستشفيات بتاعتنا. الكمامة طبعا ليها حديدة، وحديدة بشكل معين، عرضها معين، يعني بحيث ما تخترقش ما تقطعش الماسك وهي بتتعمل وهي بتتطبع، وليها سمك معين بحيث لما تتني ما تتفردش بسهولة. ليه الدراعات بتاعته اللي هي بتمسك في منطقة الرأس ومنطقة ما خلف الأذن، هو ده مش خط واحد، ده خطين خطين بس بيبقوا ملتصقين ببعض في الفترة الأولانية، علشان لما يعني يبقى تتفتح. سهل فكرة النقل والبيع وخلافه. فاهمة يا دكتور. لكن هي بتتحط بشكل مباشر على منطقة الأنف والفم، وبتغطي منطقة الذقن، تمام بتقفل بقى المنطقة الجانبية دي خالص، تمام وبعدين أجي أنا أطبع الجزء الداخل الخلف العلوي ده علشان ياخد نفس شكل الأنف والخدين. عملية الشد هنا مش خفيفة زي ما بعض الناس متصور، ولو واحد مننا لبسه لفترة معينة هيعرف هو قد إيه هو تايت، هو ماسك بشكل عنيف بحيث على وش ما ما يدخلش يدخلش اي هواء او اي فيروس. لا يسمح بتسرب الهواء طيب إلا حلو، من خلال الفتحات بتاعته هو بقى، فتحات هو النسيج نفسه. نفسها. فتحات النسيج نفسه معمول بكيفية معينة ومضغوط بشكل معين بحيث يدي اللي أنا قلت عليه في الأول خالص، اللي هو السمك المعين، اللي هو مش نفس فتحات القماش اللي هي تدخل أي حاجة تدخل وتخرج اي أي حاجة حاجة، لان هي لا طبية، هي فطبية الله ينور معمولة الله بمقاسات يكرمك. ومعمولة بمواصفات طبية هتكون للفيروس نفسه أو للعدوى. صحيح. دكتور، هو المفروض إن الماسك الطبي ده بيكون يعني أقدر أستعمله قد إيه؟ يعني هو one use كام ساعة مثلا؟ يعني average كده إن أنا خلاص أقول إن الماسك ده خلاص وأرميه. يعني لو أنا بره طول اليوم ممكن أقدر أتعامل بيه يوم مثلا كامل؟ بص، هو احنا طبعا داخل منشآتنا الصحية بنتبع يعني تعليمات ثابتة ولا تغيير فيها. خارج المنشآت الصحية أنا عارف إن المسألة هتبقى عبء على المواطن، وخصوصا إنه طبعا لما تعرف الموضوع بتاع الفيروس وخلافه ده بقى، النوع ده الماسك الواحد فيه بمبلغ وقدره، فبقى صعب عليا جدا إن أنا أقول لأي شخص عادي لا ده أنت لازم تغير الماسك مجرد ما يتبل. هو المفترض انه مجرد صح ما تبل ومجرد ما بخار الميه خلاص يجي اثر فيه. على المنطقه الخارجيه بتاعته دي، خلاص خلاص اصبح طيب ده هو حلو، المواطنين بياخدوه الوقت يعملوا ايه؟ بياخدوه يغسلوه يغسلوه وينشروه وينشف وبعدين يروحوا لابسينه تاني. حقيقة. أنا بمناسبة موضوع البلل ده كنت هقول لحضرتك إن الماسك بقى اللي هو القماش الناس بنغسله وننشره تمام وننشره فناخد انفكشن من الهواء، فالموضوع بيدخل في حاجات تانية صحيح. خالص. هي بس المشكله انه يعني عمليه الغسيل يعني لما حتى لما بتدي انفكشن بتدي الانفكشن للحاجه اللي هي موجوده اللي تم اللي اتعلقت بالفعل بالماسك، تمام. لكن عمليه دخول بقى الفيروس او اللي احنا بنتكلم عنه او اللي احنا بصدده يعني مساله مش عشوائيه او لهذه الدرجه، تمام ولازم يبقى التعامل معاها محسوب شويه محسوب، بدرجه مش اللي احنا اعلى من كده بنشوفه شويه. دلوقتي ده. والله هو مش كل الناس اطباء يعني، صح علشان برضو نكون واضحين، يعني مش كل الناس اطباء ومش هيعملوا الا اللي بيسمعوه من الاطباء. عشان كده حضرتك قيمة وقامة، وعشان كده الله النهاردة يبارك فعلا فيك. أنا الله سعيدة جدا يكرمك. مع حضرتك. اسعدك احنا الله. معانا ربنا يبارك اتصال فيك ويبارك فيك. من تفضلي. أستاذة سعاد. أهلا وسهلا بيكي، اهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن أكلم الدكتور؟ طبعا يا فندم اتفضلي يا اتفضلي. فندم. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحمد لله. حضرتك يا دكتور؟ الله يكرمك يا أستاذة. سلمت الحمد ودمت. لله على السلامة. سلمك الله. الله يكرمك. اتفضلي. ممكن أسأل حضرتك سؤالين يا دكتور؟ اتفضلي. اتفضلي. بالنسبة ل زي حضرتك زي كده انا واحده كبيره في السن، ربنا يبارك. ربنا يبارك. ايه هو الاحترازات اللي ممكن اخدها؟ وممكن هم بالنسبه للاطفال لحد ايه؟ يعني انا اسفادي كانوا بيروحوا مقرأة، تمام. فدلوقتي يقول لك ممنوع عشان العدوى، وفي ناس تقول لك لا الاطفال ملهاش دخل بالموضوع. سليم عايزه سليم. اجابه حضرتك. تمام. السؤال الثاني عشان ما نسيبكيش بس على التليفون، لو السؤال التاني اتفضلي حضرتك قوليه واحنا هنجاوبك على السؤالين مع بعض. السؤال التاني ان انا ست برضو كبيرة ايوه فهمت. دلوقتي ممنوع تخرجي، ممنوع تقابلي حد، ممنوع ممنوع ممنوع.
لدرجة سهل. لأي درجة الممنوعات دي يا دكتور؟ يعني باختصار حاضر. السؤال يعني المقصد منه موضوع أيوة. السن يعني. أيوه حاضر 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 يا فندم، معاكي. هنرد على حضرتك، تابعينا هنرد على السؤالين حالا. حاضر، شكرا يا فندم لحضرتك. هي حقيقة سألت سؤالين صحيح كلنا فعلا بنسألهم. صحيح. أولا الأطفال زي ما هي قالت مثلا ان في مقرأة اتمنعت عنهم، مش مقرأة بس، كمان النوادي والتمارين. حضرتك ممكن صحيح. نجاوب على السؤال الأول؟ هو الحقيقة الفيروس يعني مش هنقول ان هو عنيف قوي لدرجة ان هو يؤدي الى مشاكل مع الاطفال وخلافه. هو الطفل دايما بيبقى جسمه نشط ودايما بيبقى متحرك ودايما بيبقى يعني بيلعب هنا وهنا وهنا وبتنطط وبتاع، عشان كده بنبقى قلقانين جدا عليه لحسن يصادف في اثناء الحركة الكتير اللي هو بيعملها دي، قلقانين ان هو يصادف حد بيحمل هذا الفيروس فيؤدي لمشاكل. الحقيقة لو هو طفل عنده أي مشاكل أخرى، مشاكل صدرية أو خلافه، أو مشاكل في القلب أو خلافه، يبقى أنا بحاول قدر المستطاع إن أنا أحفظه أبعده قدر المستطاع. سواء كان الحقيقة يعني كان عنده مشاكل أو لا، أنا بحاول أبعده، بس طبعا الأولى بإنه يبعد أو إنه يحفظ الطفل اللي عنده مشاكل أخرى، سواء كان مشاكل قلبية أو مشاكل تنفسية أو أي خلافه. مشاكل صحية. هو حتى يا صحيح. دكتور لو فعلا لو حد حتى لو مش عنده مشاكل صحية، ما هو ممكن المكان اللي هيروحه يعني whatever كانت المقرأة أو أي مكان تاني، هيقعد في مكان كان فيه حد عنده الفيروس حتى لو كبير. يعني هو لو هيتكلموا هيقولوا طب ما هم أطفال مع بعض، صحيح مش هيقعدوا بعض، او اطفال، ما احنا بنتكلم بقى في كونسبت اطفال. بس هو ممكن يكون اصلا المكان فيه فيروس، ممكن يكون حد كان كبير حامل الفيروس حتى لو ما كانش مريض. صحيح. فاحنا فعلا الاحسن ان احنا نعدي الفتره بتاعه كورونا وكل مشاكل كورونا على خير عشان نحمي الاطفال. صحيح. كبار السن بقى يا دكتور، وكان سؤال استاذه سعاد ان هي الظاهر ولادها خايفين عليها، اهلها عموما، ان هي ما تقابلش حد وممنوع نزول. وانا شايف ان هي حاجه صراحه صح جدا، فحضرتك ممكن برضو تقدر تفيدها عشان هي شكلها حضرتك متضايقه. محقه يعني، حضرتك محقه في هذا يعني. هو كبار السن دايما هم اللي دايما بيبقوا فريسه لكل انواع الفيروسات، سواء كانت جديده او غير جديده، سواء كنا نعرفها او ما نعرفهاش. واكم من فيروسات بتظهر وتختفي، بتيجي وبتصيب ناس وبتؤدي لمشاكل، واحنا ما بنكونش لسه عرفنا هي عباره عن ايه. فكبار السن لا طبعا بيتحطوا في الاعتبار، وبناخد بالنا منهم كويس جدا، وبنحط لهم المحاذير، وفعلا بنبقى قلقانين عليهم جدا فعلا مع يكون ممنوع كل حاجة اللي هي صحيح، ظاهرتها. لان هو صح. الحركه بتبقى بالنسبه لهم بحساب، بحساب. حتى الدول الأوروبية كانوا بيحطوا بين الجد والجدة إزاز عشان يسلموا على أحفادهم، فاحنا شفنا المشاهد دي كتير. صحيح احنا صحيح. كمان معانا يا دكتور بعد اذنك استاذ سعود من قنا. اهلا وسهلا يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، اهلا السلام ورحمه وسهلا. الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك والاستاذ الكريم الفاضل. الله يكرمك حبيبي، تسلم. الله يعزك اتفضل. واستنزل ببارك لك يا دكتور. اتفضل حبيبي. يا دكتور انا عندي مشكله هنا، انا من محافظه قنا، وعندي مشكله وتواصلت مع مدير وزاره الصحه في قنا عندي، ومع خط قطع. ممكن نحاول نتصل تاني يا استاذ سعود. فعلا يا دكتور حضرتك عندك حق، ما ينفعش ان اي حد كبار السن ينزلوا او يركبوا مواصلات او يقابلوا حتى حد. يعني في مثلا الناس تقول لك انا بعمل ايه، انا بقابل جارتي، انا بنزل اشتري طلباتي. هم مش مقدرين حجم ان احنا فعلا خايفين عليهم. هم فعلا هم بيبقوا عايزين، هم حريصين ان هم يخلصوا يعني احنا مطلوب منا مطلوبات يوميه عاديه كلنا بنبقى عايزين نخلصها. صح. للاسف يعني سيدات البيوت دايما هم بيختلطوا مع بعض بغرض معين، يعني ان هم يخلصوا يعني، فما بيبقوش حاطين في اعتبارهم بعض الامور الاخرى اللي لازم ياخدوا بالهم منها كويس جدا. فعلا. ويمكن كمان يا دكتور احنا يعني سننا اصغر منهم، احنا عشان قاعدين على السوشيال ميديا على طول، بنفتح التلفزيون على طول، متابعين كل الريبورتس بتاعت الصحه العالميه، فبنكون اكتر بس خايفين عليهم. وبعدين انت يعني غالبا انت بتتحركي، غالبا انت بتنزلي، غالبا صح. انت بتخرجي، ومناعتي اكيد مش هتتقارن بحد كبير في السن للاسف، مع الفارق يعني صحيا طبعا. صحيح صحيح. احنا معانا تليفون تاني. مساء الخير مدام نجوى. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا فندم. لو سمحتي ممكن اقول للدكتور على سؤال؟ تفضلي. طبعا.
ماشي. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الله يبارك فيك وعليك السلام. ربنا يبارك لك الصحه يا رب. الله يكرمك. بقول لحضرتك انا عندي القلب، كنت عامله عمليه قلب مفتوح. ولادي بيخوفوني ان انا اقابل حد او اكلم حد او انزل اجيب حاجه من تحت من الشارع. لا هم اولادك مش يخوفوكي. لا يا حاجه اولادك مش يخوفوكي في حاله زي كده. انت المفروض ممكن اقفل واروح اسمع حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. مرضى القلب المفتوح او المرضى الاوعيه الدمويه او الشرايين او خلافه بيبقى لنا عليهم شويه تعليمات كده، بنقول لهم لا خدوا بالكم من نفسكم، لانهم بيضطروا ياخدوا نوعيه معالجات كمان بتبقى لحد ما احيانا بتبقى ليها تاثيرات جانبيه اخرى. احنا بنقول لهم لا خدوا بالكم كويس قوي من نفسكم، وحاولوا تسمعوا كلام ولادكم كويس، حتى لو انتوا لو ولادكم اجهدوكوا شويه وقالوا لكم لا لازم تقعدوا في البيت وبتاعوا كلام من ده، معلش اسمعوا كلامهم، وحاولوا قدر المستطاع ان شاء الله ان انتوا تكونوا يعني على وعي كافي، ما تتابعوهمش يعني زي ما بيحصل. صحيح. لان احنا بنشوف الكلام ده كتير قوي قدامنا. هم بيحبوكوا يعني، هم مش خايفين على نفسهم طبعا، هم خايفين عليكوا انتوا، علشان كده بيقولوا لكم لا ما تروحوش وما تعملوش والكلام ده كله. ويا ريت نسمع كلامهم طبعا ان شاء الله. صح. يعني الله. احنا عشان هي برضو تبقى فاهمه ان هي غير ان حد كبير في السن لازم ياخد الاجراءات وما ينزلش وما يقابلش حد ويكون ممنوع كل حاجه، سبيشالي او خصوصا مرضى منهم مرضى القلب. ده صحيح. فهم اولادها فعلا عندهم حق، وهي المفروض كمان تاخد بالها اكتر وتاخد بالها وتسمع الكلام الكلام. اتفقنا يا دكتور. احنا كلنا هنسمع الكلام فعلا، خصوصا الناس الكبار في السن والاطفال، ان احنا كمان ناخد بالنا وما ننزلهمش كتير عشان ممكن ما يتعدوش من بعض، ممكن يجي لهم اي انفكشن تاني من بره. احنا للاسف بنشوف بنشوف الكلام ده قدامنا واضح وضوح الشمس، يعني نشوف الاطفال في الشوارع وفي الانديه وفي كله كل حاجه. وبعدين اصلا يا دكتور كمان الاطفال يعني مش زينا، نغسل ايدينا ننطهر، يعني اطفال بيمشوا ويلعبوا، ومهما ننبه ما تحطش ايدك على حاجه، ما تلمست حاجه، اغسل ايدك كل وقت معين، الكلام ده طبعا عمرنا ما هنقدر نحكمه قوي، دول اطفال. حتى بالنسبه لنا احنا ككبار طبعاً. احنا مش متخصصين، يعني مش كلنا متخصصين، مش كلنا اطباء، مش كلنا مكافحه عدوى، مش كلنا ما احنا عارفين اللي بيحصل ايه. اقصى حاجه ممكن الواحد يعملها انه يخش يغسل ايديه فعلا. صح. بس يا ريت تغسل ايديك صح، يا ريت نغسل ايدينا صح. فكرة غسل الأيدي مسألة مهمة جدا، لكن نغسل إيدينا صح إزاي؟ نمسك الصابونة إزاي؟ نبل الصابونة الأول ولا نحط ولا نمسكها وهي جافة الأول؟ نبل إيدينا الأول ولا وهكذا؟ صح يا دكتور. المسألة مش بهذه البساطة. مش بالبساطة. فلازم ننتبه لها إن شاء الله. كل الإجراءات إن شاء الله. إحنا كمان معانا اتصال تاني. أهلاً وسهلاً اتفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً وسهلاً. لو سمحتي ممكن أسأل الدكتور؟ اتفضلي طبعا. حضرتك أنا عندي الكوليسترول 220 تمام. فالدكتور كتب لي على كورتيزون 10، كل ما أخده بتعب جدا، بتعب يعني. تمام. طب أنا أعمل إيه؟ أخد إيه؟ والله بص حضرتك، إحنا يعني أنا معرفش إحنا مسموح لنا بهذا الكلام ولا لأ، إنما أنا كطبيب، أنا طبيب أسنان. لو عايزه تسالي في طب الاسنان اهلا وسهلا، عايزه تسالي في مكافحه العدوى اهلا وسهلا. لكن حاجه ليها علاقه بالاوعيه الدمويه والكورتيزون وخلافه. معلش انا اسفه. لا لا خالص، مفيش اسف حضرتك خالص. ممكن ترجعي للطبيب المعالج او حضرتك تابعينا، اكيد هنجيب لحضرتك مخصوص دكتور متخصص ان شاء الله باذن الله. متشكره جدا يا فندم. والحقيقه هي الموضوع لو قسنا على الكورونا كان بقى مفيش مشكلة خالص طبعا. لكن هي بتسأل في حاجة بد من انه يبقى في قدامنا ورقيات طبعاً. لها علاقة بالتحليل وخلافه، وبعدين نقدر نفتي طبعا يا دكتور طبعا. هو اصلا كمان لا. يعني انا برجح ان دايما ما ينفعش ناخد بالتليفون، يعني اي حاجه بتحصل لحد يقول له طب ممكن تروح للطبيب المعالج، ممكن اشوفك، عشان في حاجات كتيره بتبقى فارقه جدا غير التليفون، خصوصا اذا كانت مساله معالجات طبعا طبعا يا دكتور. لكن لو كانت مساله نصايح طبيه زي اللي احنا بنقولها مفيش ادنى مشكله طبعا. عندك حق. بمناسبه بقى يا دكتور العدوى، ممكن بقى ننسى كورونا شويه اللي بقالنا شهور بنتكلم فيها داخلين على سنه، ونتكلم بقى يا دكتور في العدوى عموما. في ناس كتير بتشتكي ان انا بعد ما رحت خلعت ضرسي انا مش عارفه ضرس تاني حصل له ايه، انا حصل لي حاجه في الدم انا، ونفضل بقى ندخل في دايره كبيره جدا ومش عارفين نخرج منها بسبب ان احنا تعدينا من حاجه كانت بسيطه وما عملناهاش. صحيح. فلو هنتكلم يا دكتور عن العدوى، ازاي نكافح العدوى مثلا في طب الاسنان؟
هو المجال واسع قوي طبعا، يعني ما حدش يقدر يقول ان هو مجرد ان انا هقول نصيحه للناس نصيحة. فالناس خلاص يلتزموا. لكن عموما انا لو عارف ان انا رايح لطبيب الاسنان، اولا لازم اكون عارف مين طبيب الاسنان، يعني انا عارف الراجل ده سمعته طيبه وعارف ان هو بيشتغل بكيفيه معينه، لازم اكون يعني لازم اختار طبيب صح. الاسنان. لما ادخل عند طبيب الاسنان ما الاقيش الادوات كلها على بعضها، وبيجيب لي ادوات مثلا مدممه وبيجيب ادوات ملوثه وبتاع وكلام من ده وبيحطها قدامي وبعدين يشيلها ويحطها قدام مريض. الكلام ده ببساطه انا ببساطه لازم ارفضه. كمان يا دكتور خصوصا ان احنا خلاص بقى عندنا يعني الموضوع بقى عندنا تطوير دايما، وبقى كل واحد خلاص ليه ادواته، فليه احنا ما يبقاش لينا ادواتنا اللي بناخدها او بنستعملها، او نكون متاكدين جدا من الدكتور ان هو ايفن لو مثلا في اي محافظه ومش متاح ان هو يكون لاي مريض ادواته يكون معقم. يعني احنا لازم فعلا نسال ونختار صح الدكتور اللي احنا رايحين عنده. ما فيش حاجه اسمها ما فيش لاي مريض ادواته، لازم تكون لكل مريض ادواته. يعني ما ينفعش انا اروح اخد بعض ادوات من مريض سابق واستخدمها مع مريض اللي جاي او المريض اللي قاعد قدامي، لابد ان تكون لكل مريض القطعه بتاعته اللي يستخدمها هو فقط، وبعدين يتم الاستغناء عنها، وبعدين يعاد بعد كده معالجتها بقى كيف شاء. يعني يعيد معالجتها اذا كانت بتنظف تتنظف، اذا كانت بتتطهر تتطهر، اذا كانت بتتعقم تتعقم. ومعظم الادوات في عياده طب الاسنان يجب ان يعني يتم تعقيمها. تمام يا دكتور. علشان يعني بعض الناس مش مدرك لهذه المفاهيم. لازم او معظم الادوات في عياده طب الاسنان يتم تعقيمها. تم استخدامها المريض لا يتم استخدامها لمريض اخر حتى يتم تعقيمها. لو راح المريض لطبيب والطبيب قال له لا مش هشتغل لك لان الاله الفلانيه اللي انا بشتغل بيها الحاجه دي اتلوثت لاني اشتغلت بيها المريض تاني، مش بس يحترمه ويقدره وبعد كده يروح له، علشان هو عارف ان الطبيب ده قد ايه حريص عليه علشان ما اشتغلوش بآلة اشتغلها لحد تاني. طبعا لما يكون حريص عليه هيبقى حريص عليه وعلى غيره وعلى اسرته وعلى المجتمع كله عموما. صحيح. متشكرة جدا يا دكتور، وحقيقي كانت فقرة مميزة، انا نفسي استفدت من حضرتك جدا. متشكرة جدا حضرتك، شرفتني بجد ونورتني. يا رب تكون الفقرة عجبتكم، واستنونا عشان لسه مكملين فقرة تانية مع دكتور سمير عنتر استشاري الحميات والكبد. خليكم معانا.